ضع الرز على المناديل المعطرة أو الوايبس. اليوم راح علمك على طريقة بتاخد العقل، وصدقيني من بعد ما تشوفي هذا الفيديو راح تعتمديها دائما. بداية أحبائي، أنا عندي هون الرز وعندي الوايبس أو المناديل المعطرة. كيف نحن راح نستخدمهم؟ راح نستخدمهم بطريقة كتير حلوة. نحن بحاجة لشوية رز بالإضافة إلى المناديل الورقية. بداية أحبائي، أنا بحاجة ل وحدة من المناديل الورقية بهيدي الطريقة، أو المناديل المعطرة رح نحطها بهيدا الشكل. وهلأ شو رح نعمل؟ رح نجيب الأرز طبعا ورح نحطهم بقلبها بهيدا الشكل. طبعا هلأ هون بعد ما أنا حطيت رز، هلأ هون أنا شو رح استخدم؟ فينا نستخدم شغلتين. فينا نحط نحنا معطر الزيت، زيت الياسمين، زيت أي زيت بتطلع ريحة كتير حلوة، فيكن تحطوها وين؟ على بقلب الرز. وفيكن تحطوا زيت القرنفل، بتسكروها كتير منيح وبتحطوها على الشباك، وصدقوني هون بس تحطوها ما بقى ولا حشر ولا أي شيء يدخله من وراء النافذة. فكمان فينا نحن نستخدم أي نوع ريحة انتو بتحبوها، بتحطوا شوي صغيرة بهيدا الشكل عليها بهيدي الطريقة مثل ما شايفين، وبتجيبوا كل الأطراف على قلب بعضها بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ بهيدا الشكل. فينا نحن نكتر، أنا رح كتر. شايفين كيف؟ فيكن تحطوا شي 3 4 طصات 5 طصات مثل ما بتحبوا. فيكن كمان تستخدموا مثلا زيت الكاردينيا، الياسمين، اللي انتو بتحبوا. هلا انا هون رح اجيب المغيطة ورح اربطها بهيدا الشكل. فينا نحن نعمل كذا وحدة ونستخدمها بهيدي الطريقة. فينا نحطها وين؟ بتبعولة الأحذية، فينا نحطها بتبعولة التياب، فينا نحطها بأي مكان، وصدقوني رح تطلع ريحة بتعقد. وهوني مثل ما شايفين أنا عندي هوني ظرفة التياب، مثلا أنا عندي هوني المناديل، شو بعمل؟ فينا نحطهم هوني على جنب بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ صدقوني هون ريحة التياب رح تصير ريحة الريحة اللي أنا حطيتها. اعتمدوها وطريقة كتير حلوة، فيكن تحطوها بأي غرفة، فيكن تحطوها بقلب مدخل البناية، فيكن تحطوها بغرفة النوم، بالصالون، بأي مكان، وصدقوني النتيجة رهيبة. اعتمدوها وصدقوني غير شكل. أحبائي ما تنسوني من اللايك والشير والمتابعة حتى يصلكم مني كل شي جديد.